شركة سنجرايد و كوكب تجودها مجالات درجيسة سياسي عبد الرحمن أحمد علي وروسو نقضي حقية ريمها جودها حسب عدالات إدريه الكويد أي شيء نسجي سيدو كلا سياسيين كلا وقيب كي هي حيلقان كبيرين حسب عاكم كتلا ضهاية كل مية إذا برانت أنا كدورتين حسبية دي كلا وأنا كان نسجي وكشاكيني وحيا باي حسب جا كحشان كي قرب كي رادين تقول شقرن كا مدبو أجيدين إني كل شيرين وده هذا الله أصحاب تا كل مية وضني سان هربا وشاقني مادام أننا كم بدا هاي لبدا حسبي أمس يسودو كوقان عسانين كلي ما أنو هاي انداد سيار ميلغو بيرايا مددا واحنا قو قاتي إسوافة چينتا حسبيغا أنو كو بيرينو سياسة دا هايغا وحنو نهاي داد دي سياسة دا إيو بروفيشناليس فربدينو كوچران سياد راديد بي مددا أو قاتي وحن هرتا غورن عدينيا ان هشيس رسمي كلا سيحاناي حسب كلميه او ان او ارغني ان يهي ماركا لبد حسبيه كلا اسكرب دغني كا انو كوماش كرين كرنا اما كوبراكس كرين كرنو سياسديدا يو انو كغه قيب قادانو هورمارك دلك وحا انو حسبي كلا رنتي انو انت ود هادلكيغي يو خوغاشنايغني وحنو أرجعنا إن أنا سيد أحس بقول عصبي هاي أنا عصبين سياسة ديسة أما كغبغ شيء ديسو مر كانوا أرجعنا رجي إلى الدولة دي قال لي الريال سو تجنا سياسيين تقرنكو أي مدة سياسيين قرنوا قرنا أو أنت الرسالة لأنه غير هبله annagu ogid waxaanu sameysanay xisbiyadu inay tahay laga gambaar ma qabyaalada markaanu aragnay in xisbiga laftiisi uu fuud dirayo beelaysan gobolada dalka u dirayo xisbiga harisay waxaanu kala aragnay dadkii aanu arkayney inay hore siyaasadda ugu fashilmeen oo ku ruux xisbiga wadani waxaas waxa weey sababaha aan doonayay iftiimiyoon inaan ku kala dooranay labada xisbi wixii faahfaahin aanu kulli kampeenka bilaabmaya gadaal ayaan ka sheegi doonaa waxa aan aniga oo metelaya garabkii maanta halkan ka cadeynaya inaan ku qaracnay siyaasada iyo hoggaanka xisbiga kulmiye aad iyo aad baan u mahadsanahay waan la garan kara waxa ku jira xogeyaal heer qaran ragga ka ah siyaasinta waxa ku jira rag wasiir hore aha waxa ku jira rag bankarisa oo aan u maleynayo dhaqaalaha dalka aad moodayso crisis ka jiro inay xal u keen kara marka waxaan arki doontaa kulli barnaamijka shaacinta garabka munaasabadiisa ay ka iman doonaan ka hor dhici maayo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Caalamiga Somali Cable magaalada Dargeysa.